اقول لك اخويا انس، ايوا كنكونوا هاد الشيء راك عارف، حنا عاد كنهضروا، حنا عاد كنهضروا، العين ديال البشر خايبه. اي كل خير، كل خير ان شاء الله. انا قلت لك هي بنت الناس، والله الا بنت الناس. الله يحفظك اخويا انس، الله عندها يكمل بالخير. عندها واحد البنت زوينه تبارك الله. والله لا قويله مسكينه، قلت بحال البنت تاعي دي، البنت ديالي بحال كبيره عليها، يمكن مشي شهر ولا شهر. لا هي كبيرة على بنتك، هي كبيرة على بنتك، بنتها عندها 10 سنين وقيلة. بارك الله. البنات أصاحبي حنان، والله إلا البنات حنانات. ولوغو أنيس، عندك لوغو ولا ما عندك؟ والو والو، ما كان شم، ما كان شم، ما كان دوق، مالو. والله إلا هي هذيك مالتي. اش شو هو ريد بول يا كريد بول نشربو؟ مش هذاك تشرب، شو مش قاعد نحتو قاعد، هذاك تشرب المازوت. والله الدوق والو خويا رفيق، الدوق والو، القشماك والو. شرب هذيك باراسيتامول ولا كيقولوا لها، شرب زوج من الناس حرا باش تقاد لك الوجاج. عندك؟ اه كاين، كاين عندي ايبوبروفين 800، عطاني الطبيب 800، نورمال ما يعطيهاش، والله الا عطاني 800. تشرب غير النص يا ها؟ تشرب غير النص انس، 800 بزاف اصاحبي. بغيت نقول لك غير ملي نمشي نعس اللي كنشرب هذا الحجر يرفد عليه ساعه والو. هادي آه مامي تشوف عندها سيمانه ديالها، ما كاش عندها سيمانه ديالها. ثاني تيخبرها شو يشم الهواء هادي صافي، ما تنعسلهاش، هي تنعسلها صافي. ايوا واش ندير رفيق، راه ممنوع تخرج. هو ياسين مسكين غير قبل وصلنا، والله لا عيط لي، قال لي راني راه الراس ديالي بغيت تطق، تبدا دي المهبل الراس هذيك هي اللي هو ايوا خويا. الله يشيف، الله يشافي الشيفا ان شاء الله. كان راك حدايا وكان شقتها فيك. ما عمر قاسك انت؟ خويا قاسني خويا انس، مي كنت داير زوج ديال لي برات، سبحان الله العلي العظيم ما دات بيا والو، عندي المناعة تبارك الله. انا بهذه الثالثة، ثلاث مرات عندي المناعة قوية خويا، والله سبحان الله. قلت لك ثلاث مرات وهي تقبض فيا ديال ما. حتى الانسان خصو يحضي راسو صاحبي والله. وانا خاطيني ما نسلم على حد صاحبي، راك تعرف نقول لك فين، يمكن انت شاهد شي واحد خلاص. 21 يوم ما ترينيتوش من لاصه، الله يهديك. هاد البارح مشيت، وهاد الشيء هذا منين؟ يقدر باي اين كاوفن، كي مشيت نصراف ولا ربما الله اعلم. ولا داك بنادم داك التركي كانت فيه وما يبغيش، سبحان الله ما يبغيش يقول لك فيها كورونا، يقول لك فيها غير الرواح. قلت له دات التاس؟ لا ما داتش التاس، بصح فيها الرواح، ويجي يسلم عليك. والله لا هو جا عندي ول البارح للدار، جا عندي ول البارح للدار، سلم عليا جلس معايا هنايا صافي، ونيفو تيسير. اوكي يبغي مرضك عليك من هذا المطوار، صحه يا دي. قطعت معاه والله، لا قطعت معاه اخويا رفيق. من بعد نقول لك علاش، من بعد نقول لك علاش قطعت معاه. بصح هذه المره، هذه المره قطعت معاه نيشان، نيشان ماشي ديك ديال ما نجاوبوش ولا نيشان. هضرت الهضره في الوجه اخويا حسن، حيت كما هو كيعطيك الهضره في الوجه، كما قال لي ياسين بغيتها ولا كرهتها يحطها لك في الوجه، حتى انا حطيتها مو في الوجه. هذيك هي مزيان اخويا انس، كما نقولوا قال له الصح سلم واحد كذاب، فهمت؟ قال لي دار لي دار لي واحد 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 الجس دارو لي مقود بزاف، ما ديروش حتى اليهودي ما ديروش اخويا. صوم بنادم كاع هي بعدنا صاحبي، نبغي نجلس بوحدي انا. ياسين شوف عندي ياسين، راك تعرف ياسين اعوام، راه 20 سنه. لا ياسين الله يعمر هضر، ما ناش نهضر على هكا بعدين، هما هذوك الجنس هاك، هذيك هي طبيعتهم اخويا كاملين، هذاك الجنس ديالهم كاملين. شوف عشرتهم انا نسبه قليله وعرفتهم بحال اللي مده سنين. والله اخويا شوف شوف نجي لك نيشان، والله الا شهر ماشي انا اللي درك صافي، راه حدا في الطلاق ماشي نقول لك شي حاجه ولا. والله خويا الا كيحرشني اقسم لك يمينا، لا هو لا الزوجه ديالو
صافي بلوكيها. شو شي قال لي؟ طيب شي قال لي؟ شو الهضره، الهضره الزينه يعني. هو كيبني المستقبل ديالو ياك، هو عنده شي 5 ديال الدور. شو قال لي؟ قال لي اني سكان انا بحالك، نخدم ونجمع ونبيع ديك اللوطو وما نشريش، نتمشى في الطوبيس ونجمع ونجمع. سحب له، شنو بغى يقول لي؟ قال لي روح تزوج ودير العفس. سوق هذا الراس ديالو فيه التبني يمكن نتزوج. قال لي تزوج ودير العفس، ودير واحد العفس كبير. واه باش يسالي معاك ليش انا نحش لك ركابي. هذا بغى يشوفك ما تكونش عندك 4 دور. هذا هو القت ديالو. شنو على بشار يا خويا الناس كي لا انا قلت قطعت معاه هنيشان. هذا قلتها له الباب في وجهه. الهضره هذه اللي قلتها راه صحه صاحبي، راه ماشي مزيان. الا قاع هذه دير العس، ما دير العس، انا ما يضحك عليا حتى شي واحد، فهمت؟ انا حتى واحد ما يضحك عليا اخويا رفيق. بصح دار لي واحد القيل، واحد حشا لي واحد الهضره. سي نورمال بنادم راه يفكر بعقله، هذه يعرف الهضره اللي تخدم له والهضره اللي ما تخدملوش. ردي لا اله الا الله. عنده واحد العقل ما عرفتوش، ما فهمتش والله ما فهمت. وعلاش هو باني مستقبل مع المرا ديالو وكيحرض الناس باش يديروا المشاكل مع النساء ديالو؟ ماشي مريض هذا اكبر محساد شفتو على محساد. يا محساد والله، لا محساد الله قولكليش انا خويا. انا طلق طلق طلق. واش انت اللي غادي توري؟ لا واش انت اللي غادي توري واش غادي ندير؟ نطلق ولا ما نطلقش؟ صحاب لي كيهديك الخير. نعم سيدي. وهذه ما قلت لي هذه شحال هذا كذا كذا صاحبي. انا قلت يقدر يكون هذا الجنس هذا خرج مزيان وصاحبي راه وما يبغيش حتى بحال داك النهار. امتى؟ انا 21 يوم ما ترينيت مريض، فهمت؟ كنت مريض بصح ما عرفتش واش كانت كورونا ماشي كورونا، الله اعلم. بصح دابا الطبيب قال لي التاس فيها كورونا. كيدخل عليا بشي هضور يا صاحبي الشيطان وما يجيلوش في البال والله. ما تعمرش عقلك بنادم بحال هذا. سخو خاوي. شوف ثم هو يقول الهضره في الوجه، حتى انا قلتها له في الوجه. صافي الله يعاون الله يعاون. هاك وراه غادي غادي حتى نقطع ونقول لك واش دار معايا. ان شاء الله يسهل الله. اخو انس توانسو دير واحد البلون ديالك، واحد البلون اللي باش تبني المستقبل ديالك. 3 حوايج: خدمه، اونطريمو، عباده. السلام عليكم. يا والله غير مباراه بكورونا ان شاء الله. ان شاء الله دارك تبرا وان شاء الله وتزيد لقدام. ما بشار بحال هكا اخويا يفشل واحد الانسان في الحياه ديالو بحال هذا كاع ما نقراش عليه انا. السلام. يبغي يمشيك على حساب البروغرام ديالو، ماشي البروغرام ديالي انا، البروغرام ديالو. وجيعان وبيني وبينك جيعان والله. لا جيعان والله لا جيعان. انا راني نشوفهم السروال ما يشريوهاش اصلا، السروال ما يشريوهاش. ومين كيجي للدار يدين كيحل عينه كيشوف شد ذات يشوف شنو كاين. انا ما عمرني دخلت له الكوزينه وحليت له الثلاجه ديالو هو يدخل لي يحل عادي بحال لي انا مزوج ببنته. هما مقزدرين، هما ما عندهمش هذاك الشيء صاحبي. علاش هما عندهم 11 في الوجه كاع دايرين هكا سبحان الله. هما معشاقين النساء قابضينهم فلوس، هما ما عندوش الفلوس ما يقبضش المراه. انا نقولها لك نيشان نيشان الله لا نيشان والله. الضعف ديالهم هو الفلوس. بحال واحد النهار واحد النهار معفين كنا انا وياه، كانوا شي بنات يشوفوا كنا في الشيشه، كيقول لي زوج رجال زوينين. مين جاك الزين يا المكسيكي؟ قول لي يا وجه المقراج تاع السبعين. انا ماشي بداك النوع اخويا رفيق اللي كيتحرش. انا ماشي بداك النوع اللي كيتحرش. عرفت الانسان راس النوع هذه مفوت الحمد لله. انا ندير واش يقول لي مخي، فهمت؟ ماشي واش تقول لي نتايا ولا يقول لي هو ولا يقول لي هذاك. او بحال ديك اللي تعرفت عليها انت ولبنى ياك والله، وانتايا وياسين والله ما يجوا بجهتي، والله ما يجوا بجهتي. وراني نقولها لك وانت كنت راك هضرت معاها واش قالت لك قبيله. لا المعقول الله يعمرها. هذا النيشان
انيس لا ما درتش داكشي، انيس عافاك، انيس هادي، انيس هادي الاخرى عاود نكمل لبنى تعيط عاود انيس، كان دير داكشي ما نهضرش معاك ما نديرش معاك ما. يعني وهو يجي بحال الشيطان. بحال هذا بحال هذا، شفت هذا اللي بغيت تخرج ما تعطيش الوقت. السلام عليكم. ما كان لا سلام لا كلام، انا قلت لك هضرت معاه البارح او البارح صافي صافي، يعني ما كانش حتى ديك السلام تلقاه في الزنقه ما نقولها لهش. الانسان صاحبي يدخل بخيط بياد، هادي هذا هو صاحبي نبغي له الخير خويا، وعاد مع شرك معاك وهادي، وكدير له بزاف الحوايج بزاف السرابس اللي ما والله. كنتش شوف يعرف. شوف شوف، نقول لك واحد الحاجه، نقول لك واحد الحاجه والله، يا سبب المشاكل سبب طلاقنا الى هما. عند البشر خايبه صح. ما قلت لك اخويا انا ثلاث حوايج في الحياه ان شاء الله دي. والله العظيم الصلاه ودعي الله سبحانه وتعالى ونونتريمو والخدمه، وبعد عليا بنادم اللي بحال هذا خو زعبيلات غير بعيدهم. وراه دابا عندي مشيت عند الاوتوبيد على ظهري والله. لا امتى عندي الاماتي؟ الاماتي عندي الشهر الجاي، يعني السكانير على ظهري والله. الا شهر ديال المالادي، شهر وسيمانه، عطاني 5 سيمانات ديال المالادي ديريكت خطره واحده. مزيان واخا ما عندك حتى والو، زيرو درهم، ويحسدك الا داكشي. ولا حاسدني غير على صحتي انا، واش راني نقول لك اصاحبي؟ هما يعيو ما يترينيو، يعيو ما يخسروش، يترينيو ويجمعوا الفلوس، وباغي صحاح، وباغي تاهو هاي. واعيا عيا واعيا بكي سميتو عيا، شوف كيضرب زوج عيا والو. داكشي الله، وما ولادي وما تخسر، وتاكل مزيان عم سيدي، وتلبس مزيان وتخلص راسك. قلت له في خاطري، قلت تحت التال ياسين، قلت له الجسم ديالو ماشي ديال البودي بيلدينغ، الجسم ديالو ديال الشاورما. سير ولد عمي قطع الشاورما ديالك وسكت بالحس. قول عندك راه عندك قطع الشاورما. مشينا لشي شباب والله ما نكذب عليك، الشهر اللي فات وقلعت الجاكيت، وديك اللي كتسربي تما قالت لي واو صحيح بزاف، وهو قلع الجاكيت. قلت لها هو حتى هذا صحيح؟ قالت لي لا هذا لا، وابغى تعرف بغى صاحبي يطلق. غير ما جات قدامكم يقول لها راه عندي جوج ريستورات. بهذاك بهذاك انيس اللي ما يكونش عنده مناطه، يكون عنده شي طوموبيله زينه ولا شي محل، وغير انت تدور بالدراري ويمشي عنده يقول شوفي انا عندي القهوه عندي. شوف شوف شوف، بطونوبيلتو بفلوسه بالزميطة الكحلة، كي كيخرج معايا ما عندوش شونس، ما عندوش شونس والله. ما كاين شي مرة ما تبغيش هاد الصوالح كاملين اللي كتهضر عليهم. واحد النهار والله ما نكذب عليك، شوف والله ما نكذب عليك، هو ياسين حاضر فيها، ياسين راه حاضر فيها، اقسم لك يمين انا رفيق راه مريض، ما انا نعيط له ندخلو معانا. كنا في الريستورو، واسمع، جات واحد الروسية، جات واحد الروسية، شنو نقول لك، تشعل بالزين، عندها ولد اتش ومطلقه، تشوف فيا وتضحك، تشوف الصوت تضحك، مشات عنده قالت له، ها هو ياسين سولو، قالت له عطيني النمره ديال داك الصحيح. واش قال لها؟ قال لها راه مزوج. يا لطيف، الا تجي شي وحده، شوف الا تجي شي وحده تسولو عليا يقول لها راه مزوج، وانا يجي عندي ومن نكونو غير انا وياه يقول لي طلق. وهذا اكبر شيطان يا خويا، صالح فيه والله العظيم. وحتى انت يا سبحان الله العلي العظيم، ما تحسدني غادي تقول لي فلانة تسول عليا وانت ما غاديش تقول هادي، راه هي هادي ولا لا؟ ايوا انا م... انا يا انا انا ماشي عاد سولت عليك، انا دخلت بخيط بيد بيناتكم، قالت لي بغيت نتزوج، قلت لها بنت الناس كان واحد ولد الناس صافي من الاخر. الله يحفظك اخويا. والناس صاحبي بحال هادو قلال والله، هلاك صاحبي غير انت اكبر. والله يضحك هذاك. اودي ما فين كان عقله صح، هو ينعس
هو ينعس وانا نمشي مع الربعه الصبح، نمشي نصرف له نعمر له. نشوف اصاحبي واش ماكش نشوف، والله ما خلط فين كان المغرب يعقل هذيك الليل مع زوج الليل ثلاثة. الناس، لا هي مع المشاكل ديالها وانا سامح في المشاكل ديالي ومتبعه هو. خرجي الطوبيس وخرجي الروينه وديرو يصبح تمايا باش هو يعمر الريستورا ويحل على خاطر، في الاخر جيعان والله فيه بحال هذا اتساع. هذاك هو الكود ديالو، هو اتساع. لا عطيت له التيسع، انا قلت كهضرت له في وجهه، قلت له اب هويتي يعني باليوم باليوم، ما تقول لي لا سلام ما نقولك سلام، غادي من بعد من نقطع غادي نقول لك علاش، غادي انت تقول لي دفن امه في الوجه. جبنا مقايب لي صاحبي فارق على هذا الشيء وهذا وكذا، هو جالس مع مرته والله الله الله ينعل، قول له كما تودين تودع ان شاء الله، دير كل شيء هذه قول له خليك تبيع الشاورما تما بالكرف. غيبة عدني غيبة عدني والله والله رفيق، غيبة عدني بنادم من بنادم مصلحي، ما عندي ما ندير لدين امه. الانسان ما يخدم لك صافي ثقة مزيان، اي واحد ما يخدمش لواحد الثقار والله الا مزيان ترتاح حتى في البال ديالك، رجل صوالحك رجل امورك وارتاح لي مع راسك تريني لي وعلى بالك شوف بنادم كاع. لعبت شوية البيساب ولعبت شوية البيك الله يلا صح. مين تكون مريض ما تقد دير والو، الا ما تكون مريض يجي كلشي فاسل وتجي تكون فاشل وعليهم. الحمد لله والله ما كانش موال، شفت الشيشه الشيشه ها شو شو ما كانش وين شوف دابا هاد القشماك ديال الفريز مع الافوكا ما كانش موال صاحبي، ما كيمشي له بحال غير الدخان والسيارات. والله الله يحضرك في العرس ديالنا ان شاء الله يا ربي. هضرت معاها قبيله قالت لي ما ندير لي عرس لا والو، صدقه والله يعاون الله يعاون صافي. نديرو غير صدقه صاحبي واش اصحاب لك عندي انت يا خويا ياسين، والسلام عليكم داكشي اللي كاين وان شاء الله انت ربي يسر لك الامور تاع انت يا نفرحوا بك ان شاء الله. ضبط لي شي مره نفرحوا بك مع المراه ديالك اخويا، ما الله يعطيك الدل دير لي بحال التركي تلوح عليا الباطل عاوتاني. انت الله مع هذيك بنت الناس تكون بخير وفرحان انت وتمشي نعم سيدي تفوت شي فاكونس مفرقع ويولي تعرف المغرب شحال كرهتو المغرب. اوف ولا ماشي المغرب اصاحبي، اش من المغرب انا يا هاكا وكرهتو فين حرات. انا عندي هي الوالده مسكينه مريضه هي اللي توحشتها، باش تكون عندي المراه ان شاء الله نكون مرتاح شويه كتمشي. والله لا والله لا قبيله قبيله، كنت كي كنت جاي من عند الطبيب عيطت لي مسكينه هضرت معاها، المهم قالت لي هضرت مع رفيق والله قلت لها المهم على شي على حسابك عارف شي، المهم بلا ما نقولها على من بعد الوالدين كذا، قلت لها راه امو الله يعمرها سلعه مسكينه امو ما كتهضر شي. الله يحفظك اخويا. ايوا نتمنوا بالله الله يسخر. انا واحد الحال الوالدين ديالنا نهار ولدونا، انا ما نهضرنيش انا اخويا انا زورا كتعرفني، نهار اللي ولدونا الوالدين ديالنا ما دخلوناش في حياتنا لا هادي ولا هادي ولا ما تديش هادي، قالوا لنا دبروا راسكم فاش ما ارتاحيت في حياتك. شو شو رفيق رفيق شوف اللي تعرف اللي تعرف اللي تعرف يعني غادي تزوج بنتها وتدخلها في حياتها ما تزوجيش بنتك خليها حداك، لا خلي بنتك حداك ما تزوجيهاش مادام تدخلي لها في حياتها وخصكي انت تمشي لها ها واش تدير مع راجلك ها واش خص يدير عليك ها واش ما خصش من خلي بنتك حداك حتى تشبعيها تمليها عاد سيري زوجيها. الله يحفظك
ماشي حياه اخويا تخلي بنتها حداها. ايوا بنتك ما دير مستقبل، ما تزوج، ما تخلي ولاد، ما تكون مرتاحه مع الراجل ديالها، لا يمكن صح. انت علاش نهار تزوج ترتاحي تجي مع بوينا ولادك؟ ايوا كما تودين تودانا صاحبي، ماشي مزيان هكا. كتبغي الخير شاد تنخر البشر اللي كيدخل ما بين الدفار واللحمة صح. اخويا العزيز ماشي مزيان هذاك الشيطان هذاك، والله انسان كان شي حاجه د الخير. انا معرف الناس هنايا والله والله حجاج وفي الجامع تبارك الله، من يشوف شي واحد يكتب خبر شي جارو ولا دابز مع مرتو شايدي، والله الا فقيد الجامع شايدي يجيب المره ديالو حاجه وهو ويمشي يدق على هذاك الجار ديالو يشوفهم خاتم مع مرتو ويدق عليه ضياف الله ويرانجيوهم ويولوا ضاحكين وناشطين ويقولوا الله وشنو بغى اللعب ديالو هكذا هكذا، والمراه في البلاصه تهود راسها الطاطي هي تولد تطلب السماحه من الرجل ديالها. لحقاش قال لك انس في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى قال لك في الحديث الانسان الا رضيتي الرجل ديالك تدخلي الجنه ولا سخط عليك الرجل ديالك. وكيقول لك حتى طاعة الرجل أكثر من طاعة الوالدين. طيع الرجل ديالك إلا شي حاجة هاد الخير، خليني بالك الرجال اللي بلا ما نقول لك. أخويا ما عمرو تعدينا. الله يرحمنا، يا أنت واش كنا الحاجة كنا الحاجة نقلعوها بفمنا ونعطيوها لها، راه غير تكون هي مزيانة. كانت كتمشي تخدم والله ما توجد الماكلة ديالها، شي مرة تمشي بالجوع والله يو نصرت عليا، ماشي نصرت عليا، يعني انا كنت نوض ونوجد لها الماكله ديالها باش تديها معها، حيت انا نبدل الخدمه مع 12 وهي تبدي مع 6. والله الا انا كندير لها الماكله ديالها، واحد النهار ما بغيتش ندير لها انا ونكون تكون المراه ديالي عيانه وانا عندي الوقت وهذه عادي. اخويا انا صرا مرتك عادي داك الشيء. والله الا كنت كنوض اخويا مع 6 ندير لها الماكله ديالها وتمشي صافي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاون المرأة ديالو. لا والله لو كنت شوف ما عندي صالحه فيها، انا كنت كنعاونها بحال كنبغيو نخملو الدار نعاونها، نبغيو نطيبو نعاونها، اي حاجه نعاونها. احنا يا عسكر انس معولين على راسنا. ايوا فيها خير فيها خير. ايوا ان شاء الله الفرحه الكبيره ان شاء الله قريب. الله ان شاء الله رمضان تكون هنا الله يرضى. ضحكتيني البارح كي قلت لي هي السكره مجموعه. والله الا السكره هو مجموعه صاحبي تعرفني كي دايرني. اتفاشوش وتفهموا بعضياتكم. نمشيو انا اسمع عندي، نمشيو انا وياسين لبلجيكا نجيبوك تجلس عندي واحد السيمانه بينما تقبطوا الرانديفو في الجامع. ديروا ديك الزوجيه ديالكم تحنا خويا الباكيت حتى لدارك. الله يعاون الله يعاون ما شاء الله خويا. ديال المستقبل ديالك يا ربي امين. شوف كما كانتش بنت الناس والله ما نلاقيك معها. والله راني عارف اخويا انس والله العظيم، راه حتى ياسين يعرفها، راه ياسين يعرفها حتى هو. وتا هي بنت الناس بالهضره ديالها. والله والله شوف نقول لك واحد الحاجه مسكينه قالت لي كان الراجل شوف هي جابته بالمغرب هرس لها نيفها هرس لها يدها. والله قالت لي شي مره نعيت للوالده كانت الله يرحمها قبل ما تموت، قالت لي كتحس يعني تحس بالهضره ديالي ما رانيش مزيانه. تسولها مالك يا بنتي مالك، قالت لي والله نقول لها ما راني مخيره عايشه بخير فيها ما تخبر تقولها ما راه يضربني وهرسني وكذا. قالت لي والله ما تسمع مني شي كلام د العيب. شوف بنات الناس كي دايرين اصاحبي. واه شوف انا ما داير والو صاحبي، داروني في الجورنال. أدارك ربي إن شاء الله تنتهي، فهمت؟ والله العظيم ما تلقى بحالك بالله، باش تلقى المرأة الراجل بحالنا هكا أصعيب الحال أقسم بالله. والله هي بداتها شافت الفيديو قالت لي أنا ما عمرو شفت شي راجل يجيب للمرأة ديالو 10 ديال لي بارفا خطرة وحدة.
الله يرحم لي والدي. ماشي والله مرضى هذيك حق عليك، الله موصي المرأة والوالدين، هذو جوج الحوايج. مش تكربس على المرأة وهذه ومنا ومنا، احنا كاع ما فينا ذوك الصور حق ويا أهلك. وخلي الله واش راني ناكل؟ ضحك عليا وشنو؟ والله والله العظيم راني قال بحلاوه. انا الشهيان بالله صاحبي قول لي واش اكلت اليوم؟ والو قلت لك شي عند الشهيان بالله صاحبي ما كليت والو. نوض صاحبي كل شي حاجه. واش انا نقول لك بالله راه الخير موجود صاحبي، ما عدا البارح كليت واحد الطاجين عاد بالموال سيد ياسين. راني كنت معاك زعما البارح. شيء مبلع والله. اخويا انا سن كنت ما قدام كنصد على راسك. غير واحد غير صد على راسي. راه كان داك مصد على راسي ويزيد عليه هضر فيك. الانسان اللي كيضحك وهادي والله ما تقنط بيه واخا كاع. حتى انا هنا بوحدي اصاحبي والله ما عندي لا تاني لا بني كيما قال انا. بنادم انا عطيتي ساعة. كيضحك. برافيق تجي لالمانياك فرانكفورت. والله ما عارف كيف سميتها كاع فرانكفورت اصاحبي. العاصمة الغالية عاصمة الألمان هي برلين ماشي فرانكفورت. العاصمة هيسن يعني ولاية فيسبادن. والله ما تعجبني المدينة الكبيرة بزاف. كبيرة خويا فرانكفورت كبيرة بزاف. جميع بلاصة في الراك مزيانة على كل المجازات ماشي بعاد. الطوموبيل 15 دقيقة. السلام عليكم هذا والسلام عليكم خاويين، ولكن ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله غادي. الهضرة ديال ياسين هذا شنو؟ الهضرة ديال ياسين. لا هذا ذاك الصديق ديالي عبد اللطيف القنوري ذاك اللي ديال اليوتيوب. نجي نقرب له فيديوهات انا وياك واعرين نمشيو على برا ونصورو. والله شوف شوف شتي لاصال الحديد الحديد انت راك عارف حدادي بلا ما نقول لك. دابا دابا انا قلت حتى لياسين قبيله قلت له الا جا رفيق انت راني غير شهر قلت له غادي نولي وحش. علاش؟ من كتريني مع واحد لي النيفو ديالك دغيا المشكل كيطلع. دابا كان شي كي كان تريني مع داك راس الكلب. والله والله دابا كان شي ايبونغ اللي هو ما يعرفش يديرو وانا خصني ندير وانا ما خصنيش نديرو بحال الظهر ديال برا والظهر ديال لومبير ديال برا ولي دورسو ديال برا ما يقدش يديرهم وانا ما بغيش نديرهم معاه حيت نجيلو على هواه. فهمت داكشي علاش ما كنطلعش. موتيفيك اصاحبي ماشي اللي هو هو انا الموتيفي حيت هو تحتي. سير قود وكان هو يعرف وكان هو يعرف غير لونترمون اللي كان تريني به راه يديرني فوق راسو. عرف بحال هذاك الشيء ندير له انا بحال هذاك يبر ديال الوقت ما تريني معاه يتريني معايا حقا بلاصه في الماش ندير هادي دير ربعة السيريات هنا دير ليه دير ليه ونمشي نتريني بوحدي. باش ما يهودكش اصاحبي في البوا مهودني بزاف اصاحبي مهودني بزاف في البوا والله. واش ضر صاحبي
الصدر الصدر راه صاحبي ب 160 كيلو ولا 30 160 30 انا لعبت قبيله شحال لعبت الصدر ب 140 ولعبت عاود ثاني ال 45 ب 120 ما كانش لي مون تي في كان كان مون تي في هو كيهبطني اللي زارتير كان لعب 40 50 كان بدا ب 30 موراها 40 موراها 50 ديريكت ثلاثه ديال لي زارتير كان اودي قود عليا ان شاء الله ما بقالك والو تجي نتايا هنايا نبقاو ترينيو والله العظيم اخويا انس تنبقاو نديرو الفيديو قد تدخل الفلوس ديال بصح حنا ما على بالناش بالفلوس راك عارف هو بعدا كاين مون تي في وتفرج الناس ويدخلوا عندك الناس وهذه هذيك هي الحياه صاحبي كنشوف غير عربيه صاحبي يديروا يوتيوب والله العظيم في نفس الوقت ما عنده لا فورما لا غير الهضره بابا 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 والله غير بالهضره جايب راسه ودابا الى تبع الى واحد النهار وضعت فيه واحد الدوره كنا على برا في الريستور على برا وانا ندفل واش قال لي ما تدفلش راه الريستور وهذه قلت له مالي انا ندفل لك فوق الشاورما ولا مشيتش تقود احسن لك دابا حتى الزنقه ديال الدوله يحكم لك فيها واش دير انت واش ما ديرش خلينا كرني نشوف في وجهي اودي قود عليا ما يصلح ليش لا لا هذا هذا موسوس وفات وزويز الله مغيال 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 والله مريض هذا مريض يقدر اليس يغير تم بنادم يشوفو تيغير صاحبي تيغير ما عنديش ما بحال هكا انا هادو في لاصال معاهم نفس هادشي اللي راك تعاود لي مراض مراضين بيا والله الا مراضين بي يشوفوني نتريني يجي هو يوريني السيريات نبقى عليه واه واه هكا واخا انا راه عندي بحار ديال السيريات والله قسما انا راسي كلشي سيريات يجي هو يقول لك واش دير بحال داك النهار داك النهار بغا يتريني معايا لواحد السيمانه ونص قال لي نديرو ميكس يعني نديرو كلشي كل حاجه نديرو بها زوج 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 قلت له بغيت دير زوج زوج ولا ثلاثه ثلاثه ولا زوج زوج من الحاجه كما يقول واتريني لونتريمو ديالك نتريني لونتريمو ديالي واش هذا يعني دار هو جوج سيمانات والسيمانه ما ترينا بغا يتريني زوج صدر زوج ظهر زوج كتاف زوج رجلين فهمتي قلت له ديال انت اللي بغيت اخويا انا ما نديرش داك الشيء مشى بدا جا لصق فيا عاود هذا ما يقدرش يتريني بوحدو بحال الناس اه ما يقدرش ما يقدرش ودي قود عليا والله اصلا ما في الميتي ديالو بصح بلوكيتو والله لا بلوكيتو والله لا بلوكيتو ماشي بعيد بحال هذا يبرز لك راسك اصاحبي شي انسان مزيان هذيك هذا والله العظيم مريض في عقلو داك النهار قلت له انا ما غاديش نتريني معاك غادي ندي ياسين وانا قطعت عليه قبل ما نتناقش معاه قطعت عليه وهو يعيط عرفت واش تابغه بغى يجي باش نضرب له ليبرا باش يشوف صحاب له غادي يضرب ليبرا غادي يتنفخ قدام ياسين عيا ما يعيط عيا ما يعيط عيا ما يعيط قلت له ياسين كان معايا هنا قلت له والله احتاجي حتى للدار جا بقى تيصوني عليا هنا في الدار وانا درتها بالعاني الحس وشاعل التلفازه وكان نهضر عيا ما يصوني قال لي ما بغيتش تحل لي الباب قلت له ما نحلش سرت قود يلا والله العظيم بالله بنادم ما تدخل الصحاب يا هذا خليني تعالجي هذا غادي نرجلو له لك هادشي مريضة غادي يشوفني غادي ديميسيوني مابقاش يسول على الله صار غادي يقود عليا بغيت كاع نشوف كما واخاك تعرف بان ما اليوم خاصك تعرف بان ما اليوم انا كتبت الكوندي قول داخل صار ها هو سول ياسين والله الا كتبت الكوندي قول بان ما صافي باغي نوقف باغي نمشي لواحد لاصال كاين في هوكست في المدينه ديال هوكست من بعد ما بغيتش نشوف كماتو واش هو يمشي تما هو يتريني فين تريني انا يعني دوك انا بغيت نخرج من داك لاصال نمشي لاصال اخرى باش نشوف كماتو نبدلوها اخويا داك لاصال كاع وعاد داك لاصال شويه رخيص غير 30 الاورو معليش اخويا دار بحال الباص اللي كفيت لا لا زوين زوين فيه المساج فيه الزولاريوم فيه بزاف حوايج
مليح نمشيو له تمايا والله. هذا كان خلص انا 50. والله الا تعرفوا كان يخدم معاه بكري، هو قبل ما يحضر الصوره كان خدام في المطار، وكان خدام واحد العائله ديالي معاه تما. قال لي هذا راه اكبر ولد ولد لقاء بلا ما نكمل. راه باين صاحبي، قال لي انا اللي نعرفه ومحزاد صاحبي محزاد. قال بالاب تبارك عليا نضيع. شتي النهار اللي شتي النهار اللي درت لذاك الغصه داك الرصه لشعري، واجي يدير لي هكا صاحبي يشوف فيا، وجاتك زوينه جاتك زوينه وهكذا كذا. وقلت له انا طلع لي الدم، قلت له صاحبي انت ما تقدش ديرها. قال لي علاش؟ قلت له حيت انت كتقرع وكدير البيروكي صاحبي. ما ديما نقولها له نقولها له حيت قلت له تو راه باين باين بيدنا راه الشرطه هكا باينه. وقلت له قلت له اللون اللون ديال الفوق ماشي هو اللون ديال التحت. اقول له راح لتركيا والزرع صاحبي زرع النقل زرع ما صدقلوش. أيوة عنده عنده الارض عنده الارض فاسده. لا حول ولا قوه الا بالله. عاد غير يقود عليا والله يبعدني. غادي نبدلو لهم بلوه مكان غير برا والخدمه والصلاه والعباده. السلام عليكم. شي اللي كاين والله. اليوم معنا ياسين الفيديوهات. ياسين ما كيترينيش، ياسين كون غادي يقول لي نمشي نمشي نمشي. هو قلت له امك لصقت فيك كورونا دابا، امك تزيد ما تمشيش جوج سيمانات. اودي بالعكس بنادم ملي يكون هكا مريض وكذا اه يمشي يتريني باش يخرج بهذاك الرواح. لا ما تقدرش اصاحبي، راه فشلان اصاحبي فشلان. كاع الجهد كتحيدوا لك اصاحبي، كتمص لك الجهد. واش انا قبيله اصاحبي غير باش وصلت للدار، غير باش وصلت للدار اصاحبي تعرف راسي بغيت تطفطق. الشيف اخويا انيس الشيف. كملت الفيديو؟ طيب بالله تنهضروا بالله. واش كيقول لي؟ كيقول لي انتوما المغاربة حنا فايتينكم ب 100 عام. قلت له فايتينا بالاخرى ش 100 عام باش فايتين؟ عمرك قلت له قلت له قلت له عمرك جيتي للمغرب؟ قلت له هي مرتك جات تما بقات تقول لي دبي. فايتينا ب 100 عام. واه هاد البارح نفرجوا فيه الحوت. ديتو ديتو ياكل الحوت في بلجيكا عند المغربي بحال قبويا هو، او ما يعرفوش يديروا ماشي بحالنا. قلت له صاحبي واش ماشي بحالنا؟ قلت له نتوما عامل غير بالزيت ما قديتش كاع ناكلو كاع. قالوا فين بالحوت حنا هذيك الجهه ديالنا؟ واش راه يخرخر هذا؟ ام غيار اصاحبي ولا شوفني لابس يلبس شي قمجه. واه دوك القماش اللي تجبدوا اللي شريت عند الفصاله تاع الدجاجه. منين شريتها؟ قلت له شريتها من انسونس. كي دير روح جيب لي زوج. قلت له انسونس راك تعرف فين كاين، سير انت وشري انت. جيب لك انا شكون انت باش انا نشريك. انا قلت لك والله لا والله لا شوف. مع الحوايج فهمت؟ كاين واحد النوع الفصيله ديالو واخا يلبس الحاجه دير مليون ما تجيش معاه. والله ما شوف سول ياسين. انا جبت لك الهضره حداه ويلبس اللي يلبس ما باين عليه والو. كاين اللي سبحان الله. وشوف شتي الخدامه ديالو، الخدامه ديالو وهمت كل شي واحد يدخل يتريني. هامت كل شي واحد يدخل يتريني ممنوع. اقسم لك يمينا الى واحد الخدام ديالو دخل يتريني قال لي غدا نجي ندخل معاكم وكتب له الخبر. قال له ما كان بولونترينمون الخدمه. قال له انا راني خدام من نخرج من الخدمه نمشي نتريني. لا مشيت شريت اسمع شريت له البروتيين مسكين وشريت له ديك البيت سي ا وشافو تما هو يدسهم في الميكا هو يهرب. ممنوع علاش ممنوع؟ قول لي علاش، قول لي علاش. واخا في الخدام ديالو يصحح عليه ويشوف الخدام صحيح عليه ويديروا المرأة. والله يلا اقسم بالله هاد الشيء راني نقول لك والله الا الحقيقه ديالو. ولا اله الا الله خويا بنادم الله يهدي ما خلق بنادم. انا نشوفو بالعكس قال لك تشوفو راك بالاحمر قول له مبروك العود. والله اخويا رفيق فيا زوج حوايج
السم والغيرات ما فياش. والله الا كاع حقك اخويا انيس والله العظيم انا شري معايا طياره الله ما على بالي كاع انا الله ما يخلي لي هذا عنده ولا هذا الحمد لله الله تعالى عطينا الصحه ديالنا عندي اللوطو ديالي اخويا على قد الحال عايش الحمد لله كالي شارب مهني هو غير في المشاكل هو مشاكل بلا نعرفه هو غير في المشاكل اجمع الفلوس في الاخر غادي يجي زعطو تيديهم احنايا بين واحد الفيس حنايا كنبغيو نعيشو السلام عليكم انا بغيت هذيك الحاجه ندمر على امها ونخدم عليها حتى نشريها الله يلا هكا داير شي كنضرب عليها بالله غاليه لا هكا لا هكا هو عندي 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 الخدمه اليوم عندي الخدمه اليوم وغدا وبغد غدا ثلاث ايام 700 الاورو ما غاديش نمشي مريضه صاحبي فين غتمشي يا صاحبي مشكله 700 الاورو في ثلاث ايام الله يلا بخير صاحبي والله ان شاء الله اخو انس نجي ونخدموا انا وياه يا ما نقدش نمشي عيط لك قبيله قلت له ما نقدش قال لي لا لا جي قلت له انا نقول لك مريض انت تقول لي اجي ولا والله ما نقدش الانسان راه مريض الله يحسن له نقول له ما كنكونوا صحاح كاع ما تخاوناش الشيف ان شاء الله تولي مزيان انيس هذاك الكاليتوز ما عندكمش تما الكاليتوز ديك اللي يبيعوا الكاليتوز عرفت هذاك الشجر اللي عندنا في البلاد داير بحال الصفصاف هذاك راه هذاك الوالده كانت ديروا لنا ملي كنا في البلاد هكا ملي لقيت كلمه مكلفه ولا كورونا كتبخوا في واحد القدره والله انا نهضر معاك نيش انا كيضحك هذيك يقول لك واش لارمان فيها الكاليتوز الله يرحمه انا قلت هكا شي واحد جايبو من البلاد ولا هذاك العطار عندنا عندنا الجاوي عندنا الجاوي والله انا سمع نورا كي الطريقه ديالو كيضحك واش قالوا لك انا راني في بركان حدا العطار ولا الكاليتوز اصاحبي شتي تقول انا نجيب غير لافوكا ما لقيتهاش ويلي لا المرة داش ما فيهاش شالات اصاحبي انت تقول لي الكاليتوز اه شا كاين في المكازات الاخرين انا سي من خسر الطوموبيل لا عندنا الفاضلي تيمور جلين الرتيله نبخر بهم واش لاغم الحمار وشعر القنفود وعين الدبانة الله القسم اخويا الله يخلينا دائما ضاحكين اخويا نجي ونجلسوا معاك ونجمعوا والله الا مو الدهان شحال من عام انيس ما تشوفني سبع سنين لا سبع سنين ولا غير نهار اللي خونوا المدام البورتابل سبع سنين ضل يبوق النام مولعينين هذاك يستاهل لا حول ولا قوة الا بالله والله يا صاحبي الله يقاضي معاهم ديالي سبع سنين يا ديم شو غير البارح والله يا نعم والله غير البارح صح هالو بناها عندي الضياف ايوا سيري ديالي ما يتعشاو لبنى لما سمعت الصوت ديالي غير نهار مسكينه تعيط والله وتخيش انت تخيش انت تخيش انت هالغدا ان شاء الله نصوني عليك حتى الغدا سيري قلت لك تخيش انت لبنى عام وانا نهضر معها ياك عام وفوقاش قفل العام هادي 3 ايام قلت لها راه حشومه كاع عام وانا نهضر معاك وما عمرني شفت وجهك كي داير وصفت ثلاث قلت لها لابد صفت ثلاث التصويره ديالك صفت ثلاث التصويره ديالها والله الا زوينه تبارك الله ما شاء الله شافها ياسين والله الا زعما الزين تبارك الله الزين كاين والعقل راه داك هو الدور تاع المراه هي اللي تكون راسنا ومحتاجبه ما شاء الله هذا
هذيك السيده هذيك ما هضرتها والله الله يعمر هذا. لا لا مزيانه والله، كما كانش مزيانه نقول لك رفيق. راني عارف اخويا انس ما عندهاش صحاباتها، هذيك صحاباتها ما عندهاش. والله انا نتمنى نشوفوها وهذه وتكمل الفرحه ونديروا هذاك الشيء ان شاء الله. هادي تشوفها، هادي تشوفها، نصوب اللوطو ان شاء الله. راه في الفركشتات عند الصديق ديالي غادي يصوبها لي السيمانه الجايه ان شاء الله. انت تبقى تهضر معاها صافي، نجيبك واحد 3 ايام 4 ايام جلس عندي هنا، تلاقى معاها هضر معاها تشوفوا وتفاهموا بيناتكم امتى ديروا داك العشاء ان شاء الله يا ربي. شكون دير وزير، ياسين ولا انا؟ غنديرك انت يا خويا. واش انت يا ياسين الله يمر هذا راه عندي غير انت يا ياسين، واش عندي شي واحد انا انا مقطوع من شجرة انا شنو غادي ندير اخويا. ايه كل خير والله، حتى هي مسكينة باغية تتزوج والله ما عندها زهر. الزهر في الله اخويا انيس، احنا هذه هذه راه الله كيكتب هذا الشيء، كتبقى من هذه لهذه من هذا النهار اللي كتب لك ربي الرزق ديالك راه يجي حتى لعندك. انا ما انا والله ماشي انا اللي جبت لها الحسيه، اللي قالت لي انيس الا لقيت شي ولد الناس علاش لا يعني تجوز. شاف انت ولد الناس فهمت، علاش قالت لك هذيك الهضره كيفاش؟ الانسان كي كيكون ثقه وهادي وكذا فشكل صاحبي، راه باش يقول لك الانسان هضبر عليا راه شي فشكل. وسبحان الله قالت لك اليوم، قلت لك انا واحد النهار تعقل وراني عارف ما هكا الانسان، راك تعرف هاد البلاد كي دايره. كاين كاين الفاميليا، كاين الفاميليا، ما فاميليا بغيت نبعدهم. لا خويا انس انا الفاميليا ما نديهاش واخا كاع. لا ما فهمتنيش، ما فهمتنيش، يعني فاميليا بغيت تزوج فيا ما لصق الفاميليا. ما بغيتش، قلت لها ما عندي حتى شي واحد بالعائله ولا بالفاميليا ولا ب... ايوا قال لك الزواج نصيب وقسمة عند الله العظيم. وكتنصح مسكين والله، لا كتنصح الانسان اللي مزيان اصاحبي راه مشكله اصاحبي القلب هي ولبنى والله. الا تقولي لا عقليه وحده سبحان الله. ايوا والله الله يجيبنا في الصواب كما قال هذا، فيها فيها ما رانيش كاع نستبن بهاد الشيشه صاحبي. ريال واخا دير لي يدي لا رفيق رفيق دير لي الطبق ديال الاخر ما نحسش به صاحبي، رانا نسجل الفيديو طيح الهضره. ومالو واش قلت شي حاجه ديال العيب ولا؟ ايوا واش انت؟ لا قلت غير هذاك الشيء، ما قلت والو ما قلت حاجه. راه اي واحد كيمشي يزب الملك صاحبي. انا عارفه صافي اخويا بلا ما تقد شرح. عاود الانسان والله العظيم صاحبي المرات الله الا كيشتاها. رقم الهاتف يمينة اللي بغا يعاونها اودي ولاو يسعاو تا فهاد يا صاحبي. كملوا الطلبه تاع الزنقه ولاو ضرقين، شافوا الناس كاع دخلوا في التليفونات قال لهم لا يبات التليفونات وصيفطوا لهم في التليفونات. ادي لا لا يلا هادي غير مبرا، نمشي لواحد الرسول انا وياسين غادي ندي لبنى وندي هاديك بربعه بينا والله الا الحولي هكا كيتشوى. واحد راه الصوره حليت جديده ايوا صاحبي حلينا تنجي واش ضرب الحولي بلا بيا. لا انت كتجي، لا انت كتجي، شوف انت كتجي، انت اللي خصك تخلص الحولي. ايوا صافي انا واش تبغيت؟ انا بغيت داك الحولي تحط فوق الطبله 300 اورو يعني على دين امه، نحط امه فوق الطبله 300 اورو. اشوف ان شاء الله تنجمو غادي نديرو ماشي حول نديرو لغز والله الا هاك كيتشوى. تعرف كنت غادي عند المحامي وشفتو انا وياسين تعرف العنقرة قلت يا ويلي قلت انا يعطيني غير من العنقرة ومن الكتاف وغادي تاكل داك الشيء وغادي غادي والله ما تكمل بقى الحولي هاك والله. حتى نشوف شتي الا جيت نمشيو خمسة بينا غير نحط مو فوق الطبلة
الله اخوي. كل وشبع واللي شاف دي معك للدار. قال اضرب لك مول الملح. بلا خبز بلا خبز. واحد البرلات ديال اللي هي هذيك. لا لا خصك الاول تقرع بكولا عاد برد ديالها في الاخر. لا لا تاي الا بغيت تهود الكوليسترول باش ما نمرضش. اودي المرض هو بنادم، هما الماكله ما شفنا بها غير الخير. ويكون تعرف على الفاخر مزيان مجمر ورا على الفاخر. صاحبي على الفاخر وتشهيت والله. خرجت من عند المحامي قلت لي ياسين خلينا ناكلو هنايا. وقع لي مره اخرى مره جايه مره جايه. جيت صاحبي داك 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 الحولي ما بغاش يخرج لي براسي. قلت له هذيك ديالك وقلت له لبنى. قالت لي نمشيو في اربعه بينا انا وانت وياسين وكسميت. انا ميت ياك انا جامح. ها سمع انا ميت. ايوا شكون قلع الكاش؟ مرحبا الله يحفظك اخويا ان شاء الله. مالو والله الا نجي حتى لبلجيك نجيبك والله ان شاء الله اخويا. يعني ضروري راسي ماشي الزرده تفوق بيا. والمشكل البنات، البنات بيناتهم كيدابزو شكون يخلص. ودي يقول له ما يخلص. الاخرى 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 ديالك قالت لي وشنو كتبغي؟ قلت لها الحوت. قالت لي والله اخويا انيس يلاه مرحبا. واسمع اسمع قالت لي كل حتى تشبع. قالت لي بس دغيا هودا طعو يعني حتى 300 الف للحوت كل. ولبنى عاود لبنى قاسها الغيره قالت لي انيس سير حط امو داك الحولي فوق الطبله انا نخلص. والله يكثر الحباب والله يكثر الخير الله يجعل دائما ضاحكين. لا يا الى الى جيتي هنا والله غادي نكونوا عائله ان شاء الله. ان شاء الله اخويا انس من هكا يتجمعوا الحباب في رمضان والفطور ان شاء الله. عاود ان شاء الله عاود لبنى دير حتى هي تزوج دير دارها ان شاء الله. الله يسخر لها مسكينه الله يسر الامور. حتى لبنى اللي عمرها سلعه كنبغيو الخير لكل واحد اخويا انس. كثر شقلي عليها صاحبي ديك البنت. لا شوف الا ما سمعت الا ما سمعت صوتي ولا ما سمعت صوتها انا نعيطها ولا هي تعيط. شوف الناس صاحبي قبل الزعيم والله العظيم راه بلي يعني وقعوا لي المشاكل. ما كانش نهار واحد نهار واحد ما تكلمناش ديما كنتكلموا. ايوا هذه هي هذاك الشيء اللي تلقاه في المراه ما تلقاش في الراجل صاحبي والله العظيم بالله. لبنى صاحبي فيها ثلاثه د الرجال والله القسم. والله العظيم بحال هكا صاحبي قليل فين تلقى. ايوا نتمنهم الله اللي يحشم المجال هذاك. راه دابا تمشى مع المراه ما تمشاش مع الراجل. اش من الرجال فهذا الرجال صاحبي اللي بقى. صاحبي بنادم كان سالو الفلوس كان سالو الفلوس رزقي وما بغاش يعطيني رزقي. على التريكو تلبسه ولا على السروال تلبسه صاحبي حاضي يقهر هذا. هربنا منهم بالبلاصه حنا كثر. انا ما كنقول حتى شي واحد السلام اخويا رفيق. نقول لك الصراحه شتي قبيله خرج من الطبيب واحد مغربي جاي هاك وكي يبغي يهضر. درت راسي نهضر في التليفون وانا ما كنهضرش. انك الله انت بحالي انا تمشى هنا واحد واش قال لواحد الجزائري مور ظهري هذا الشيء هذا ثاني ولا نعطي لمو تبارك الله شي سقلات ساعه وانا نقول استغفر الله. جات ايام وقال لي في القيوان صاحبي عارفني كيفاش داير. قال له رفيق انت مشيت وجا واحد بنادم غير قال لي جا بنادم. قلت له هذا كل الجزائري واش تعطيه اختك بحال هكا دير هكا الجزائري ما يبغيش عليا بحال يضرب في الوجه. قال له تعطيه اختك؟ قال له علاه؟ هو انا مالك مع السيد يتمشى هاك ولا يتمشى؟ قال له هو يقلع السليب انت شغلك؟ قال له لا اخويا غير بغيت. قال له والله العظيم ولا قال له والله حتى يدفنك واقف. ومين قالها لك؟ قلت له صاحبي شوف نقول لك هاد المره ما تدابش مع بنادم خلي بنادم يقول. قلت له انا عندي عقليه قاوريه وتبقى دائما قاوريه سمعت؟ قلت له خويا انايا
قال لك لا بقى يمثل يدير لي هاك راه يتمشاها. قال له هذاك الدري هاك داير ما يتمشى لها هاك. قال له غرد منا روح دير بحالك. جا له بالتالي قال له يا لعيبات كي دايرين ما تخليو لي تريني ما تخليو ليك ميز بطلة. قلت والله يدي ما خلق. وهذيك القهوة كنمشي لها مرة في الزمان إما يكون شي ماتش هكا. سبحان الله أخويا عبد المستعرف الناس كي دايرين بشر من خايبة صح. وابن هذا ما تعرفوش هذا هو المشكلة. لازم يطيح فيه مشكل كتحصل. مشكل كتحصل غير مع ديالنا غير العرب. العرب بحال الراس مغربي هذا. تلاقى مغربية تلاقى مغربية تصلت على مغربية مزوجة تخرج عليها. تلاقى عود الرجل إذا كان خفيف يتصلت على شي مغربي يديها جي نمشيو هنا نمشيو هنا نمشيو هنا نتصاحب هنا ديال هنا. انا صمت بنادم كامل البشر اخويا عندي. انت يا صاحبي عندي هذاك بولحية هنايا وياسين وهذوك الدراري هنا زوج مزوجين الصلاة والعبادة ولونطريم. السلام عليكم. ايش كي بكري في البلاد اكثرت بنادم والله العظيم الى داير بحال الجربه تعديك تصب بشر بزاف والله العظيم. اللهم كورونا ولا بنادم. اللهم كورونا ولا كولونا. الحمد لله على كل حال. النيف ديالي مبلع اخويا رفيق. تليفون با ها راه خدام يا قلت لك النيف ديالي مبلع مبلع. ايه والو ما كنشم حتى حاجه. خصنا خصنا نقطع نقطع دابا تسنى يلا ديال الخاتمه.